السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله؟ من زمان غايبين عنكم. اليوم حلقة جديدة ويوم جديد ومميز. جاهزين؟ عندنا استطلاعات، شو رايكم؟ ليتس جو. جنطتنا جاهزة. حياكم الله يا شباب. ويلكم باك تو اثينا. شوي. ايوه. طبينا اثينا الان. شو راح نسوي؟ قاعد ادور هذا اللي يوديني للشركه اللي خلي عندها السياره. قاعد احاول اقرا اسمي مو لاقي اسمي. خلنا ادق عليهم. أو إني أخذ تاكسي وأروح لهم. أدق عليهم ما يشيلون، وهذا أنا داز لهم بعد إيميل. قايل لهم أنا جاي جهزوا سيارتي وتعال أخذوني بالمطار. سحبوا علي. الحين صاف طابور حق التاكسي. شوف هاي طابور للتاكسي. هلا بالشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حياهم الله، يا حيا الله الربع والشباب الطيب. الحمد لله على سلامتكم وسلامة الوصول. أنتم اليوم في أثينا. يلا ليتس جو. وين بتروح يا فارس؟
والله ما ادري قسما بالله ما ادري وين رايح. انا بروح شبه جزيرة سبارتا يا ولد، روح هناك والله كريم، ولا ايش رايكم؟ ايه روح هناك، روح يا ابو فارس، روح والله كريم. لحظة دقيقة انا ايش قاعد اسوي؟ قاعد اشوف الخرائط. دقيقة بس، نرجع باتجاه المطار بعدين نكمل طريقنا. يا اخي ما ادري ايش اقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على السلامة. ويلكم تو هوندا. نحن الان طلعنا بالهوندا، توكلنا على الله. بروح منطقة يعني شوف، ماني ماشي وايد، طولت بالمطار وطولت بالسفر، والحين مثل ما تقول صارت علي الساعة الآن 4:30، فخلنا نمشي مشوار ساعة نستقر في مكان وبعدين يصير خير. أنا بيني وبينكم دقيت سلف ومشيت، بس شيكت على السيارة، يعني عادة أشيك على الصيانة والإطارات والأمور، بس حالة السيارة زينة، وأنا كنت مسوي سيرفس طيب قبل أطلع من إسطنبول. المسافة لأثينا يعني ما يحتاج ذاك وانت بالهوندا، بالهوندا يا الحبيب، والهوندا سيارة ما عليها كلام، خاصة البايلوت هذه ما عليها كلام. تدرون ايش كثر بدعت ويانا، فسهل عليها الموضوع. قاعد تقول لي يا ابو فارس روح، ايش لك في الطلايب؟ روح ماك شغل، دق سلف وحرك. شنو شايفني انا؟ رزريز ولا مرسيدس ولا هوندا؟ انا هوندا، دق سلف روح. في طريق هاي واي يوديني على جنوب اليونان، بس انا ما اخذته، يعني ما له داعي ادفع رسوم طرق وهذا، خليك داخل على الخفيف امش لغاية ما توصل. وبيني وبينكم يعني انا بالطريق ابي مكان مفتوح حتى اقعد اشيك على اغراضي وارتب سيارتي وارتب الامور هذه، فخلنا امشي مشوار الى الجنوب شوي، ساعة ساعة شيء. في مكان الحين فندق، انا ما ادري على الفندق يعني شفته كذي على السريع، اي مكان، المهم اي مكان، حتى لو برد الجو وانام بالسيارة ما عندي مشكلة، جاهزة. بس قلت خلنا اشوف هناك الفندق اذا مفتوح وسيارتي قدامي قاعد اشتغل فيها افضل، يعني مجرد ترتيبات يعني. وهذا هو، ليتس جو. لا هونت خلنا نرجع لان اعطاني يعني ايش اقول لك، فرق عود، اعطاني الفرق ساعة ونص، يعني بدل الطريق ساعة وربع صار ساعتين واربعين دقيقة. فخلنا نرجع على الهاي واي احسن لي، ساعتين واربعين دقيقة يصير علي الليل وما اشوف وين اسكن. دخلنا على الهاي واي اسرع. يلا يا ابو فارس خليك على الخط السريع ودز يا ولد، دز دربك خضر يا الحبيب. Good evening ladies and gentlemen، نرحب بكم على متن طائرتنا بايلوت المتجهة بإذن الله تعالى إلى جنوب اليونان. الساعة الآن تشير إلى 5:00 عصرا، ودرجة الحرارة تشير إلى 31 درجة سيليسية. سنحلق على ارتفاع 1 متر من سطح الأرض، وسنسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. مدة الرحلة سوف تستغرق 1:30. الوصول المتوقع إلى جنوب اليونان في تمام الساعة 7:00 مساء. إلى ذلك الحين أتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا ومشاهد ممتعة.
توكلنا على الله. طبعا اليونان الطرق فيها كل كيلو بفلوس، هذه الطرق مشينا فيها احنا سابقا في رحلة الاسكندر. شباب المتابعين الجدد حياكم الله، ارتونا في رحلاتنا ونسعد ان شاء الله بوجودكم معنا. احنا ناس قاعد نطلع رحلات منذ سنوات عبر البلدان والمدن والمناطق ونتعلم منها ونطالع. سلسلة الرحلات إذا بنتكلم فيها أصبحت طويلة، قبل كانت يعني قصيرة ممكن نتكلم، الحين أصبحت طويلة فما يسعفنا الكلام في الرحلات، ولذلك نختصر عليكم أن المركبة هذه سيارة من الكويت طلعت إلى إيران، ومن إيران راحت أذربيجان، من أذربيجان إلى جورجيا وتركيا. آخر رحلة طلعنا فيها كانت من اسطنبول إلى أثينا هني، هذه كانت آخر رحلة اسمها رحلة الإسكندر، موجودة في قوائم التشغيل رحلة الإسكندر. تكلمنا عن تاريخ الإسكندر وشفنا بعض المعالم المتعلقة بإسكندر، وصلنا هني واستقرينا في هذه المدينة أثينا ورجعنا. نحن اليوم في رحلة جديدة اسمها رحلة الإغريق. هذه الرحلة نروح فيها إلى جنوب اليونان وبعض الجزر اليونانية، ومن البحر نواصل طريقنا إلى تركيا. في تركيا إن شاء الله راح نروح اسطنبول، أنطاليا، ومن أنطاليا إلى اسطنبول بإذن الله تعالى. رحلة الإغريق هذه كلها عبارة عن اطلاع ومشاهدات وهكذا، ما عندنا شيء يعني نضيفه، هي ماخذة الطابع السياحي أكثر من أدفنتشري. والجو طبعا هني صيف اليونان، فخلونا نشوف. احنا قبل في رحلة الإسكندر لما قعدنا نسولف عن الإسكندر وتاريخه وكذي، كنا قاعد نتكلم عن فترة 300 قبل الميلاد، صح؟ فترة الإسكندر. الحين احنا باتجاه الى الجنوب اللي هي منطقة سبارتا، السبارتيين هذول ناس اقدم بعد من الإسكندر، فراح نتكلم عن قرى ومناطق اقدم من زمن الإسكندر ب 200 سنة. يعني اذا الإسكندر 300 قبل الميلاد، السبارتيين وهالمناطق 500 قبل الميلاد تقريبا، يعني انا ما كنت عايش وياهم بس يعني تقريبا هذا التاريخ مذكور بهالشكل. فشفنا فترة الإسكندر وحربه وابوه فيليب لما دشوا على أثينا، وشون طريقتهم وشون الطرق اللي خذوها، واكبر معركة كانت مع اهل أثينا. نفس الشيء نفس الأحداث موجودة مع السبارتيين بين أهل أثينا الإغريقيين والسبارتيين اللي هي شبه الجزيرة. سبارتيين طبعا حكاية ثانية، شيء ثاني، لكن ما بيستبغ الأحداث لأن اليوم مو مجهز أغراضي ولا كاميراتي، والحين ما أدري إذا الكاميرا الحين شغالة تمام جديدة توني قاعد استعملها، وما أدري إذا الصوت جيد، فاستقر الليلة وحين توني أمسك سيارتي الليلة أرتب الأمور إن شاء الله ونعاين. وخاصة الحين ما أدري وين رايح، بعد بمشي شوي جنوب وبريح أي مكان أرتب أموري. احنا الحين قاعد نمر على بحر سلمونيا، مضيق سلمونيا. هذا المضيق ترى قصته قصة، ها هذا مضيق صارت فيه معركة
ضخمة ضخمة، بس الحين أنا شلون أسولف لكم عنها؟ هذا آخر شيء بالموضوع. آخر شيء بالموضوع، يعني من هذا الموقع يعني صارت فيه معركة وتحررت فيه اليونان من الإمبراطورية الروسية وقتها، معركة بحرية كانت. لقينا مكان نسكن فيه. سوي كرفان وناس، لا لا ما أظن راح ألقى سكن هني. المكان هذا ما فيه ريحة سكن. خلونا نروح الجهة الثانية. أنا حطيت الردي على موقع، بس كنت أبي على بحر سلامونيا، أنا تو داس والله نهار، الظاهر هني المغيب يتأخر لأن دخلنا 6 فوق وللحين الشمس معلية، بس أنا ما ودي أكمل، ودي أحضر شوية. فيها نكمل والله ما ادري، تصدقون خلني اوقف شويه وافكر بالموضوع. خلني اوقف هني، خلني اوقف هني شويه. وقفت هناك، دشيت المحطه على طول، قلت انا افول السياره مره واحده عشان باكر اكون مستعد. اشرب قهوه هني، نشوف لنا الفندق، نشيك بروح نفس الفندق اللي حطيت عليه اول مره، وباكر ان شاء الله نكون مستعدين نكمل مسيرنا الى الجنوب. المسافه يعني ان شاء الله باكر اذا حركنا الصبح، احنا الظهر واصلين الجنوب، فباكر بدل تدور محطة وهذا تشيك على سيارتك كل شيء معبيها بنزين انت خالص، باكر انت ماشي وامورك طيبة. فولنا السيارة 105 يورو، قلت له هذا الهواء شقال، قال لي شقال، فخل نضبط الاطارات بعد مرة واحدة. ضبطنا الاطارات، عبيناهم تمام، لأنه وانا اسوق احس ان السكان مو اوكي، طلع التواير ضغط الهواء ضعيف فيهم. عبيناه 35 بي سي اي طال عمرك، والامور طيبه وكل شيء عال العال. حياك، تعال اخذ لك قهوه هني بعد رحله السفر هذه، عدل مزاجك بالكوفي. شربنا قهوه هني وقعدنا، عبينا بنزين فل، هنا الاطارات والتواير، وانا قاعد اشرب الكابتشينو لقيت لي مكان احسن من هذه المدينه، مع ان هذا الفندق يعني ارتب. بس لقيت لي مكان الفيو ماله احلى. الفيو ماله يطل على بحر سالمونيا، على الأقل على البحر، بحر سالمونيا. راح نسولف عن هذا، عن هذا البحر، أحداث البحر، يعني صارت أحداث كبيرة هنا في تاريخ اليونان. سنطلع على الشارع،
عطنا فيو على البحر لما نطالع البحر. أنا والشباب لما نشوف البحر كيف صاير. Let's go. هذا مو الهاي واي، طالع الهاي واي فوق. أنا ماشي عكس السير، بغيت أطش الريال. الله ستر، الله ستر. شوف لما تروح دول مالك خبرة فيها ركز تمام. يعني شوف أنا غلطتي هذه العظيمة، غلطة كبيرة هذه. كان المفروض أتم على اليمين بس ما انتبهت إن أنا بسايدين، أنا قاعد أشوف سيارات كلها ذاك الاتجاه. فأنا إثاري مو راجع الشارع العام، أنا راجع على شارع داخلي رايح راد. يا حلو الشارع مورد. بس لو تلاحظ كلها بيوت معناتها كلها حوادث هني، فهمت علي؟ شوف شوف الحين هذا سيارة بالوي وهذا متجاوزني كذي. أنا من زمان قايل لكم طبعاً من رحلة طافت قلت لكم السواقة هني شوية لك عليها، انتبه منها، الناس شوي مطافيك. لكن تجول جميل، يعني الشارع الداخلي هذا اللي خذيناه تمام. يعني أنا أتوقع أخذنا طريق أفضل من هذاك. في قطار بعد يمر هني على البحر، بحر سلمونيا. هذا مضيق صغير، دار مدار المنطقة محاط بالجبال المضيق هذا. جميل حقيقة. الشمس ما شاء الله للحين فوق فوق. أنا وراي أثينا، أنا الحين عديت أثينا خلاص، طلعت من أثينا وصلنا مضيق سلمونيا. طريق ساحلي باتجاه أحد الفنادق الساحلية المطلة على هذا البحر الجميل. هذا هو الفندق أمامنا. كوكنيز هوتيل. زين شلون ندش له هذا؟ شلون ندش له؟ كذي؟ دخوله راح يطب علينا. والله هذا خوش فندق مهندس، لكن مع الأسف ما حصلت السي فيو. قلت له والله شوف أنا ودي أسكن، وبغيت أسكن مو على السي فيو، على الجبل. أنا ما يهمني، بقعد أرتب أمور السيارة وهذا، فما يهمني السي فيو. بس يعني السي فيو ما يتطوف، عرفت؟ استطلالة الجبل يعني شايفها شوية مو ذاك الزود. وبعدين لقيت ان اطلع سلم، فقلت الحين انا بصعد اغراضي وانزلهم وهذا على سلم، ولو عندي شغل بالسيارة بصعد وانزل. قلت لا خلاص، انا ان شاء الله اذا صار فيه نصيب وانا راد احجز عندك بدري. قالت لي احجز شوي بدري لان الغرف كم غرفة يعني، مو فندق عود. بس يعني الاطلالة مالته خلابة، والمطعم اطلالته جدا جدا جميلة. فلزمت عليها قلت لها انا الا السي فيو لان اطلالة ما تتطوف. هونت اخر شيء قلت يا عمي
تو النهار تو أكمل، على الأقل تصير أقرب شوي بزيادة. No problem man. في قطار هني؟ شوف ما في قطار. خلونا نرجع الخط ونكمل مشوارنا بعد شوية حبتين. النهار بعده. أنا الحين شفنا البحر هذا. مضيق سلمونيا، جزيرة سلمونيا. شوفوا أثينا هناك. رهيبة يا جماعة. والله الإطلالة رهيبة من هالزاوية على أثينا. بس أنا الحين شو بسوي؟ بروح الجهة الثانية، ما أدري شو اسم البحر الصوب الثاني. ترى أنا الحين في مضيق تقريبا، يعني قاعد أدش مضيق، وهذا المضيق اللي دخلني على شبه جزيرة سبارتا. فسهل إني أروح من الجهتين. فهذا البحر اللي أمامي مضيق سلمونيا، بس ما أدري شنو شو اسم البحر الثاني العكس. بعبر الحين الشارع بروح الجهة الثانية بشوف البحر ذاك الصوب. يطلع لي بحر كورنث، خليج كورنث، خليج كورنث، كورنث. أنا ما قاعد أقرأ عدل لأني قاعد أسوق والكتابة حيل صغيرة. خليج كورنث أعتقد. عموما انا اذا قريتها عدل راح اكتبها. نروح هذا الخليج، خليج كورنث. شفنا بحر سلمونيا، خلونا نروح خليج كورنث. مع انه والله الاطلاله تو بهالمكان شيء فاخر. وبعدين انا ليش قلت ارجع مره ثانيه بالعوده؟ لان نهايه قصه سبارتا هني في هذا المضيق سلمونيا. هني طلعت على الريال رون سايت، ها اعتقد هالصوب. دش خطيره كانت، تخيل يطلع من هني يشوف واحد داش عليه رون سايت. لا ما اعتقد هذه سكان. هذه احنا نروح يسار. يلا خلينا نطلع الشارع العام. شوف هني على اليسار يوديك سبارتا، على اليسار يوديك سبارتا. خلاص تعبر شبه الجزيرة. احنا ما دشينا، راح نمشي على القناة. تقريبا مسافة قصيرة نروح الصوب الثاني، جهة الخليج الثانية. اصبحنا الحين قراب من سبارتا، على حدودها. احنا شو نسوي؟ نكمل نروح الساحل الثاني، لان بالعوده ما راح اشوف الساحل هذا. فخل نروح له من الحين نشوف. انا قاعد تغيب علي الشمس، مشيت تقريبا نص ساعه قاعد تغيب علي. لكن ما بقى شيء ان شاء الله. هذه القناة صغيرة، هي مسافتها كلها على بعض اقل من 5 كيلو. فانا 5 دقائق اكون بالساحل الثاني الحين. هذا الاتصال. شوف انا حتى انتم ما تشوفون الخليج، انا قاعد اشوف الخليج ورا الاشجار. فشوف المسافة من مضيق سلمونيا الى الخليج هني مسافة قصيرة. وراح نشوف شيء مميز اذا ان شاء الله طلعنا بالفندق باكر واحنا رايحين سبارتا. راح تشوفون الفاصل هذا شو مسوين فيه، حافرين قناة. فباكر ان شاء الله نطل عليها. خلنا نشوف البحر الثاني ويصير خير. تبفار شوف وين تسكن اول انت.
والله يمكن اسكن ما عندي مشكله حتى لو بسياره، بس انا شنو اخاف بالليل. الحين درجه الحراره صارت 29، يعني بالليل كم بتصير؟ ما ادري والله. خلينا نشوف، خلينا نروح الساحل الثاني نطالع شلون قايل، شلون صاير، شلون صاير ولا شلون قايل، ولا كيف وضعه. انوع لكم بالكلمات، عرفتوا؟ انوع لكم بالكلمات واللهجات وكذي، عاد كل واحد يصيدها بطريقته. يعني احنا نروح صوب ثاني عشان نشوفها عمل ايه، عمل ازاي. هذا الساحل هنا كله منتجعات يمين ويسار، كله فنادق. انا ما لحقت اصور لكم الفنادق، في فنادق ضخمه هنا يمكن ارجع له، بس خلنا اكمل قدام. ما صورته لكم، فندق راقي منتجع، هو الوحيد اللي شفته. ما لحقت اصوره، بس هو اوريدي انا طلعتي من نفس الخط، ما صورناه اليوم، صوره باكر. بس طلع البحر هني كله منتجعات. شوف شوف شوف، بحر طلاله، شاليهات، والناس قاعده تمشى، والاجواء يا ولد جميله جدا. شوف شمسيات تشمس، شو يسمونه، ومطاعم. هني كذي الوضع، عكس هذا السلمونية. السلمونية شفتوه شلون كان؟ هني الوضع بحري، فالخليج هذا بحري. يمكن هني البحر اهدى من هذاك. ما في ستريت، شوف ستريت يصير مشي، يصير مشي، بس هذا حدك. خلونا نرجع. اترك عنك هالسوالف يا صديقي وحياك الله. الحمام عسكم الله، هذه الغرفة حجزنا هني، خلصنا وقعدنا. تعال حجي، تعال تعال تعال، ترك عنك جولات هذه، تعال هني اقعد جابل المغيب الجميل في هذا المكان الرائع. طبعا انا رحت هناك نفس ما قلت لكم ولفيت، طقيت فوق حدر وجيت انا اصف هني، قلت لهم تعالوا بعطوني فيو هني خلنا اقعد واطالع المكان. عندنا والله غرفه قلت لها اعطيني سي فيو ريال، انا ابي اطالع المغيب بالضبط قدامي. كانت تقول لي ابشر ابشر، طلبك عندي. قلت لها بس هذا هو. خذينا هاي الغرفة نقعد نريح، سيارتنا الله يسلمكم في جراج، دش كذي ودينا سيارة ورا، قالت لي هناك سيفتي خلها، حطيناها ورا أبد، يعني نجيب أغراضنا ونصعد ونضبط أمورنا وكل شيء ونقعد ليلتنا قبال هذا الفيو الراقي. صحبتكم يا شباب، أي با تحط قهوتك، يا سلام يا سلام. شنو هذا، شنو هذا، شنو هالهدوء، شنو هالمكان الراقي. شوف هاي الاماكن يعني مو مالت ازعاج، شي مالت راحه، عرفت؟ واحد مثلي كذي راعي مزاج يريح،
يجهز نفسه حق مغامرة كذي. هذه الأماكن تبي واحد نفسي، لا تقول لي ولا أقول لك، ما هيك؟ خذيت أكبر غرفة بالمبنى. شوف شوف شو كبر البلكونة والله. هني تركض تركض الصبح تسوي رياضة سويدي. أكبر غرفة المبنى، حتى هاي الغرفة اليمي صغيرة، هاي البلكونة كلها طلعتها على البحر على الخليج. الجهة هذه سياحية أكثر من الجهة الخلفية، جهة سلامونيكا ما إيش اسمها، هذه شوية سياحية أكثر، بس سياحية مو عالمية، سياحية يونانية فيها أهلها، عرفتوا أجواء اليونانيين أو منتجعاتهم منتزهاتهم. ما تلقى سواح في هالمناطق، هالي شفته يعني. تعال أنا وين ساكن ما أدري والله يا جماعة شو اسم الفندق. أي ها ها هذا اسم الفندق، هذا اسم الفندق جاي لوكوس، عاد ما أدري نطقته صحيح غلط، المهم هذا اسمه. ما شاء الله، شوف 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 المغيب الراقي، شوفه شوف الشمس شلون. يا جماعة أنا من زمان قايل اليونان فيها ظواهر كونية عجيبة، من الرحلة الماضية قمت أشوف لاحظ طريقة الشمس وشكلها وألوانها و... شيء عجيب. طبعا الواقع أجمل من التصوير بكثير بكثير، ملونة عليها غيم عليها ما أدري شلون، ألوانها مميزة جدا. قلبت إلى البرتغالي، فخم. أنت شوف أنا الشمس والقمر مع بعض في السابق، بس كان بالشتاء، الحين بالصيف ما لاحظ الشغلة هذه. هل في قمر؟ وين القمر يا جماعة؟ وين القمر؟ أنا شفيني أدور القمر وأنتوا موجودين، أنتوا كاكم وأنا قاعد أدور القمر. يا قمر كوبي مال القهوة ولعت عليه. والله يا جماعة أنا راح أقعد في هذا المكان الرائع وهذا المنظر الجميل في هذا المكان. ما أدري عاد إذا أطلع أتمشى كنوع من الرياضة، أروح هالمطاعم اللي موجودة على البحر أو لا، الله أعلم. لكني أنا على اللي أمامي مكتفي ومستمتع والأمور طيبة عال العال، وأقدر أفكر الحين براحتي. اليوم إنجاز طيب، طرنا وصلنا إلى أثينا، استلمنا السيارة وحالة السيارة الحمد لله عال العال ممتازة وجاهزة، وأصبحنا الآن قريبين جدا على سبارتا. نحن الآن على حافة سبارتا شبه الجزيرة، فيوم طيب وصلنا هني ومسير طيب إلى هذه النقطة. سكننا في مكان توفقنا فيه وفيو رائع جميل، وقهوتنا حاضرة، والحين نقدر نمخمخ عدل حق تكملة المسير إلى جنوب اليونان، ومنها نتحدث عن سبارتا وتاريخ سبارتا، ونشاهد بأم عيوننا هذا التاريخ وذاك الزمان. أنا سعيد جدا بتواجدكم معنا اليوم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله مجددا في حلقتنا القادمة ونحن باتجاه سبارتا. مع تحياتي أخوكم كويت ليدر يحييكم من اليونان. تشاو تشاو.